لكم ايه؟ خلي بالكم عشان الناحيه الثانيه اهو اهو اهو، خلي بالكم هيموتنا. ايه ده؟ ابو الصحاب ده بيرن ليه ده؟ الو يا ابو الصحاب. ابو الصحاب عامل ايه؟ خير في ايه؟ يا عم هنعمل ايه بكره؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في ايه؟ صحيح يا عم، الله يخرب بيتك، بكره اول امتحان. يا ابو الصحاب ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ ارجع تاني، انت بتقول ايه؟ امتى وازاي ده حصل؟ يا عم ده الجدول نزل بقاله اسبوع. طب ازاي يعملوا حاجه زي كده؟ ازاي يعملوا حاجه زي كده من غير ما يعرفوني؟ اصل هما المفروض يبعتوا لك حد لحد البيت يقول لك يا استاذ باسم الامتحان بكره. يا عم فهمها بقى، وانا اللي قلت باسم هو اللي هيغششني. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ المساله دي هما ساعتين جد وكوبايه شاي سخنه كده جنبهم، هلم لك المنهج ده في شويه. يعني انت شايف كده؟ مفيش حل غير كده. اقفل بقى يلا عشان هذاكر. اقفل يلا. سلام سلام. الكتب فين؟ الكتب فين؟ الكتب فين؟ اسمك ايه ده؟ ماله ده يا حاجة؟ والله ما اعرف يا حاجة. الله، هو في ايه؟ بس كده بس، هما ساعتين جد هنخلص الليلة دي كلها وكوباية الشاي معاك. ايه ده؟ كوباية الشاي فين؟ لا كوباية الشاي مهمة. كوباية الشاي. الله، وبعدين بقى؟ ولا اقف هنا، اقف هنا كلمني. ايه يا بابا في ايه؟ ايه في ايه مالك؟ عمال تجري ومتسربع كده ليه؟ في ايه؟ لا مفيش، ده انا بس بدات اذاكر. ما شاء الله. وده بمناسبه ايه ده بقى؟ انت ما شفتش تذاكر ابدا غير بس ايام الامتحانات؟ ما هو بكره اول يوم امتحانات. ايه؟ يا برودك يالا، يعني انت قاعد طول اليوم على التليفون وقاعد عمال تلعب وجاي تفتكر تذاكر دلوقتي؟ ما انا لسه عارف ان الامتحانات بكره، وبعدين هم ازاي يعملوا حاجه زي كده من غير ما يعرفوني؟ ما انت لو بتروح المدرسه ما كانش زمانك دايخ كده. طبعا الحمد لله على السلامه يا بابا، انا قلت برضه مش هتتكلم بقالك كتير ما بتتكلمش. يا نهارك اسود، اما انت عيل قلة ادب صح؟ انت عايز تربى يالا؟ اجري يالا ماشي، على الله تسعد ولا تجيب درجه وحشه هيبقى يومك اسود. هوبا بقى كوباية الشاي الحلوة، يلا بينا بقى عشان نلم المهد. ايه ده؟ انا جعت قوي. لا لازم اكل الاول. لازم اكل عشان اعرف اذاكر. لازم اجيب اكل. بس كده حاجات كده صغيرة على الماشي بس عشان بعرف نركز. نبدا بايه بقى؟ يلا بينا. ايه ده؟ بسكوت ليه؟ كله خلص؟ بعدين بقى نحبس بشاي. ايه ده؟ ده برد. لا مش عارف اذاكر كده، لازم يبقى سخن. سيب دي هنا نعمل واحدة غيرها. بس كده احلى كوباية سخنة مدخلة. بمزاج. نبدأ بقى نذاكر بقى، نبدأ نذاكر. ايه ده؟ ايه ده؟ الساعة 6؟ ده فاضل ساعتين على الامتحان وانا ما لحقتش الم حاجة. فين يا اسود؟ ده فاضل ساعتين، انا متضايق ليه؟ ده انا في ساعة الم المنهج ده في شوية، انا رايح ساعة بقى واقوم الساعة الأخيرة دي أذاكر. بس كده، هو ده الكلام. يلا بينا ننام. الإنسان بيتعب برضه، بيتعب. يخرب بيتك الواد ده نايم ليه؟ هو مش المفروض عنده امتحان؟ دي الساعه داخله على 8. انت يا زفت، انت هلا. ايه ده امال انا في ايه؟ قوم يلا قوم يا حيوان، نايمني لحد دلوقتي ليه؟ الساعه 8 الامتحان هيروح عليك. ايه يا نهار اسود، الساعه 8 الامتحان.
ولا يا بس استنى يا هبل، انت هتروح بالفلانه دي كده؟ خد خد يا حيوان. انا جيت. باسم باشا بنفسه الحمد لله على السلامه. قبل ما جيت بقى مستر بقى والطريق انا جاي لك جري. طب ادخل يا حبيبي ادخل. ماشي نقعد اهو. ابو الصحاب ذاكرت حاجه يا عم؟ اقعد بقى ولا لحقت اعمل حاجه؟ بقول لك راحت عليا نومه ولا لحقت اذاكر ولا نايل كده. ما قدمناش غير حل واحد بقى، الهم. بس بقى يا حلوين انا لقيت الامتحان. ده بتنيله بس ما تفرحوش قوي كده. انا لغيت الامتحان المقالي، اما هنمتحن دلوقتي امتحان شفوي. شفوي؟ دلعس يا ابو الصحاب، الكلام مفيش احسن منه. يا عم اسكت الله يخرب بيتك، ده بيقول لك شفوي. باسم. نعم يا مستر. قوم وقف. حاضر. قول لي بقى، مين اللي قتل علي بيه الكبير؟ ما تنت يا يالا مين اللي قتله؟ ايه 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 في ايه؟ والله ما انا، والله ما انا يا مستر اللي قتلته. كتكميره السؤال الاول صفر. السؤال الثاني، من هو مؤسس الزعامه الشعبيه ايام الحمله الفرنسيه؟ الزعامه طالما زعامه يبقى عادل شكل. طب اتنيل. السؤال الثاني صفر. السؤال الثالث، ما هي اسباب انهيار الاتحاد السوفيتي؟ بسبب الهزيمه امام الاتحاد السكندري بقياده الزعامه عادل شكل. نهار اسود الاتحاد السكندري. طب اهو ده كتكميله كده صفر في كله. ولا يا سرسجي املي. نعم يا استاذ. قول لي بقى، مين اللي قتل علي بيه الكبير؟ لا لا لا، دي كانت عركه بقى كبيره، سكاكين بقى مطاوي وبتاع، بس عايش الحمد لله. هو مين ده اللي عايش؟ علي بيه الكبير. بس بقى كفايه هبد بقى، تعبتوني. قال مش عارف ايه، ايه ده؟ ايه الهبد ده كله ده؟ بص بقى، انا هسالك سؤال سهل، لو ما جاوبتش عليه سقط بكله. اسال يا باشا. تك باشا في عينك كتكنيله. بص بقى، قول لي اسماء الثلاث اهرامات. ها سهله دي. خوفو وجعفر ومنطرح. اه خفرع منقرع بقى جعفر ومنطرح. اه طب اقعد التايلون، ايه التعليم ده؟ اقعد كتكنيله. الدرجات هتاخدها الحصه الثانيه يا فاشلين. باسم. نعم يا مستر. طبعا مش محتاج اقول لك على درجتك، ده صفر كحك قد كده، انت والصيع اللي معاك. الحمد لله، هذا من فضل ربي. انت غبي يا لا، ده بيقول لك صفر يعني ساقط. طب يا عم الحمد لله، انا اعتمد على امر ربنا. بس اسكتوا، مش عايز رغي، ده انت صدعتوني. يلا يلا اتكل على الله. يلا يلا يا عم يلا يلا. الو. ايوه يا ابو باسم. الو يا استاذ صفاء. خير؟ ابنك باسم الصايع هو وصاحبه السرسجي امتحانتهم النهارده جايبين صفر قد كده. اه يا باسم الكلب، انا قلت بس اقول لك قبل ما يجي ويضحك عليك. بس تسلم يا استاذ صفاء، انا هتصرف انا هتصرف. سلام سلام سلام. في ايه يا حاج؟ يا استاذ صفاء يا حاج، بتصل بقى بيقول لي ابنك جاب صفر في الامتحان. طب وده هنعمل ايه دلوقتي معايا يا حاج؟ اصبر يا حاج، انا هتصرف انا هتصرف انا هتصرف انا هتصرف. يلا يا رزوي يلا، انا خايف اروح، انا خايف اروح ابو الصحاب. طب ويا لو قفشني؟ اذا احيي ابويا، ابويا بيرن. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما تخافش يا عم ما تخافش. استنى بقى. الو ايه يا بابا؟ الو ايه يا باسم يا حبيبي؟ عامل ايه يا حبيبي؟ طمني عليك، عملت ايه في الامتحان النهارده؟ لا لا الحمد لله تمام تمام، انا ده انا قفلت الامتحان. طب يا حبيبي، ده انا عامل لك مفاجاه عشان اشجعك على المذاكره. بجد؟ طب ايه هي يا بابا؟ يديلك الايفون الجديد اللي نفسك فيه. بتكلم جد؟ بجد يا بابا؟ طبعا يا ده، وانا ليا غيرك؟ وبعدين انا هضحك عليك يعني، حتى خد امك كمان اهي، خد امك. اعملي زي اعملي زي. ماشي ماشي. ايه يا باسم يا حبيبي؟ يلا بقى تعالى بسرعه، مستنياك عشان اعملك الاكله اللي انت بتحبها. تعالى لي بس يلا قبل ما الاكل يبرد. يلا عشان مستنياك. اتاخر اتاخر ايه؟ حمامه ده انا اديها بقى عندكم. سلام سلام سلام. بقول لك يا ابو الصحاب، اروح البيت عند اللي في البيت مفاجاه. ابو الصحاب انت متاكد من الحوار ده؟ متاكد ايه يا عم؟ ايوه يا عم، عند اللي مفاجاه عشان يشجعوني على المذاكره وكده. يلا سلام. ايوه يا عم سلام يا عم. ماشي. يا برجيه
ايه ده يا اسلام مالك؟ بص يا سيدي، سحبت في الامتحانات وقلت مش هروح البيت. تمام وبعدين؟ لا يا عم مش تمام، ابويا وامي كلموني قالوا لي في مفاجاه، روحت انا زي الحمار وحصل فيا زي ما انت شايف دلوقتي. يا اسود ابو الصحاب باسم، ده اللي راح الحق باسم بقى. ولا ابو الصحاب ايه ده؟ خلاص يا ابو الصحاب الحق، يا ابو الصحاب الحقني، دول بياكلوني. لا معلش بقى يا ابو الصحاب، كان نفسي طريق السلام. انت طريق السلام؟ لا ابو الصحاب الحقني.